صباح الخير، معكم هلأ طبعاً بفقرة مفتاح الحياة، وإحنا الآن متواجدين بمشغل ومجوهرات خوري لحتى نتحدث عن الأحجار الكريمة، ولكن رح نخصص الحديث عن حجر الكريستال بالتحديد. حجر الكريستال كيف بألوانه وأنواعه ممكن يأثر على حياتنا طبعاً بطريقة إيجابية وبكافة مجالات الحياة. قبل ما نتحدث عن طريقة وشو هو الأثر الإيجابي اللي رح يتركه أو رح تتركه الأحجار الكريستالية على حياتنا، بداية منحب نكون مع الأستاذ خليل خوري اللي حب يستضيفنا اليوم بمحله، محل أردني محلي بامتياز، فأهلا وسهلا فيك. يعني ما شاء الله عليك أستاذ خليل، 25 سنة بمجال العمل بالأحجار الكريمة والمجوهرات بشكل عام. معنا مجموعة من الأحجار الأردنية الصنع والمستخرجة من باطن الأرض بالأردن. فحدثنا شوي عن الأحجار، كيف بتم استخراجها وكيف بتحولوها لحتى تكون مادة قابلة للبيع، يعني بالنسبة للتجار أو الأشخاص اللي بحبوا أنهم يشتروا. إحنا في عندنا مصنع يعني مختصين خصوصي لأصل الأحجار في معان. فإحنا إيش بندور على الأحجار الطبيعية أو الجميلة جدا، بكون حجر زي مثلا خام زي هيك مثلا، وإحنا بنقصه بشيء بأشكال معينة. ومسوي منهم للخواتم لعون الذهب. هلا يعني صار في موديل جديد انه بنشرب الاحجار الاردنيه. وهي الاحجار كلها اللي قدامك هاي كلها من عندنا من الاردن، كلها احجار طبيعيه، زي مثلا زي التايجر البرازيلي، في عندنا تايجر اردني، زي الاونكس، كل تشكيله واسعه من الاحجار الكريمه هاي كلها احجار اردنيه. عندنا تقريبا حدود 50 نوع حجر، كل الأحجار من عندنا من الأردن. فصلنا جديد هلا بنشتغل عليها، يعني بتنافس هاي الأحجار اللي بنجيبها من برا، زي مثلا الأماتيست مثلا، صار في عندنا أماتيست هون بالأردن، بس يعني الجودة تاعته يعني أقل شوي من الجودة العالمية هاي. فموجودة تشكيل واسع من الأحجار الكريمة، وهي كل الأحجار هاي من عندنا من الأردن. هاي الأشكال يعني إحنا شايفين هون بأشكال وألوان مختلفة، قديش عم بيكون في طلب على هذا المنتج المحلي؟ كثير هلا بيجوا، يعني خاصة السياحة أو شيء بيهتموا بالأحجار الأردنية، فبيجي اول ما يجي عندنا بقول لك بدي حجر انا شيء من الاردن. فاشتغلنا انه بحجار للخواتم والتعليق، صرنا نسوي منهم حجار للخواتم والتعليق للسيدات بحجر اردني. حلو، قد ايه كمان برضو عم بيكون في طلب يعني على هذا النوع من الاحجار، واحنا شايفين يعني الوان مختلفه والوان متنوعه، وبنعرف قد ايش مثلا الست بتحب التنويع يعني بالمجوهرات. نعم، هلا هذا الحجر مثلا من انواع العقيق، هذا بسميه جوردنايت، براون جوردنايت. هذا الحجر حلو كثير ما في منه كثير، بس احنا بنشتغل عليه اكثر شيء، والسيدات كثير بحبوه لانه بروح يعني في منه عدة ألوان، البني، الأخضر مثلا، الأشياء يعني عدة ألوان فيه. مثلا هذا الحجر مثلا من معان مثلا، يعني في تشكيل واسع من الأحجار الكريمة. لا مثلا هذا مثلا من ضبعة الحجر. في شيء من ضانة مثلا، هذا الحجر مثلا فيروز، زي الفيروز الإيراني، بس هذا فيروز، حجر فيروز، هذا من ضانة احنا بنجيبه. وفي هذا بنسميه برضه جوردنايت، يعني هذا كله احجار كله اردنيه عده الوان، من الحسا، من ضانة، من ضبعه، يعني من كل تاكتيك الحجار هاي من الجنوب احنا بنجيبها. حلو، قديش لكم عم تستخرجوا هذا الحجر هل... وعم نعم هلا بالاحجار الاردنيه صار تقريبا 10 سنين بنجيب الاحجار بالاحجار الاردنيه. نعم استغنيتوا يعني عن استيراد الاحجار مثلا الاجنبيه او من الخارج؟ لا بنستورد، هلا احنا بنستورد احجار من برا وبنقصها هنا، بنجيب خام ونقصها هنا، بس هلا احنا اتجاهنا اكثر شيء على الأحجار الأردنية. هاي الأحجار الأردنية يعني هي حلوة كتير، ويعني يعني إحنا يعني منشجع السياحة، فالأحجار هاي يعني حلوة كتير وبنشتغل عليها أكثر شيء. طبعاً يعطيكم ألف عافية، إحنا بنشكرك وبنشكرك أيضاً إنك استقبلتنا اليوم ورحبت فينا بمحلك. رح نستغل الأحجار اللي موجودة عندك لحتى نتحدث عنها وكيف بتأثر على حياتنا بطريقة إيجابية. إذن زي ما حكينا، كل حجر وكل حجر كريستال إحنا رح نحكي عنهم اليوم في إله خصائصه وفي إله مزايا اللي بتأثر على حياة الإنسان. رح نعرف أكثر عن هاي الأحجار وشو خصائصها مع الخبير بمجال الطاقة
عيسى قمة. كيفك عيسى؟ أهلاً وسهلاً فيك عيسى. يعني بدنا نحكي عن الأحجار اللي موجودة قدامنا وهي أحجار كريستالز. قبل ما نبلش بالأحجار وكيف بتأثر بطريقة إيجابية وكل حجر إيش تأثيره يعني وبيختلف عن الآخر، نحكي عن علم الأحجار بشكل عام. كيف بتأثر الأحجار على حياتنا؟ هلأ زي ما حكينا إحنا ميس بالحلقات اللي قبل، كل شيء بيأثر على حياتنا لأنه كل شيء بيطلع طاقة طبيعية. تردد الطاقة بيختلف من إشي لإشي. يعني البني آدمين عندهم تردد معين، الأشياء الصلبة عندها تردد معين، الأشياء النباتية عندها تردد آخر. هلأ برضو حكينا إنه في عندنا 7 شاكرات، 7 شبابيك، صح؟ لازم نفتحهم حتى جسمنا يكون مرتاح. أقرب تردد لهاي الشاكرات بالأشياء الطبيعية هم الكريستالز. يعني احنا كثير في اشياء بحياتنا بتعطينا طاقه سلبيه وبتولد لنا طاقه سلبيه، لكن الطبيعه كمان عملت لنا شغلات تعطينا طاقه ايجابيه طبيعيا. وحتى الحجر عم بيعطينا طاقه ايجابيه. 100%. حلو. فاليوم رح نحكي عن 7 أحجار رئيسيه، يعني هو المفضلين لي بالذات. اول حجر رح نحكي عنه اللي هو الاميثيست. ايوه الاميثيست اللي هو الحجر الارجواني. هذا الحجر بتخصص بتنقية الطاقة تبعت الجسم، تنقية الهالة، تنقية المكان كمان. يعني هذا الحجر كثير ممتاز إنك تحطيه في غرفة القعدة أو غرفة النوم. تطرد أي طاقة سلبية، خصوصا لما يكون في البيت ستريس كثير. ستريس شغل، ستريس حياة، يعني من هالنوع. وبرضه كمان بيأثر على الطاقة اللي داخلك، بفلتر كل الشاكرات. يعني هذا زي كأنه بعمل واش أب بمجرد وجوده بالبيت، مش ضروري نمسكه، بمجرد وجوده، لكن انت لنفسك لازم تمسكيه، لازم يكون ملامس جسمك حتى يختلط مع الطاقه تبعت الجسم تبعك. كثير حلو. طيب اذا هذا بننصح فيه انه يكون موجود داخل المنزل، يعني لحتى يبث الطاقه الايجابيه. ننتقل لحجر اخر الثاني اللي هو الكريستال كوارتز. بانه هذا الشكل او على هذا الشكل. الكريستال كوارتز برضه فلتريشن، بس كمان ممكن يكون بروتكشن، حماية. يعني احنا كثير مثلا بتصادفنا اوقات بندخل على جو فيه طاقة سلبية، الشغل فيه ستريس، او مثلا اشخاص فيهم طاقة سلبية كثير وبشكوا كثير وممكن يسلبوا منا الطاقة وممكن يعطونا طاقة سلبية. فالكريستال كوارتز من احسن الاحجار لحماية الشخص والطاقة تبعته، خصوصا لما الشخص يكون متعاطف كثير مع الشخص اللي قباله. يعني متأثر يعني سلبية ويدخل طاقة سلبية على حياته، يعني بتأثر بسرعة. فالكريستال كوارتز بيحمي من هاي الأشياء السلبية. حلو. إيش كمان؟ طبعاً يعني الكريستالات بنقدر نستعملها للعلاج كمان غير العلاج في الطاقة. الحجر المفضل للعلاج والحجر الرئيسي اللي هو الستيرين. هذا الحجر كثير قوي وبيعمل مساعد على مثلا التخلص من اقوى الامراض زي الكانسر. فكل كانسر بيشنت عنده يعني عم بعمل علاج وعم بتحسن وضعه، الكريستال لسه يعني بدفعه للامام اكثر. فهذا الستيرين كثير قوي. طب شو الوضعيه اللي لازم يكون فيها الشخص مثلا لما انا بدي امسك هاي الحجره واحس بتواصل مباشر، بما انك عم تحكي عشان يدخل اكثر بجسمي، شو الوضعيه اللي انا لازم اكون فيها او التفكير مثلا، ولا بمجرد مثلا اني ممكن اعمله على سلسال؟ هلا احنا رح نحكي عن الشحن بس باخر شيء. بس مجرد ما يتلامس جسمك هو بمجرد اني امسكه، بس مجرد ما تمسكيه. حتى ممكن كل تاثيرك كل تفكيرك يتاثر. حلو. الحجر الثاني الرابع اللي هو التورمالين. هذا التورمالين يعني للناس اللي بيفكروا كثير وعندهم طاقة زيادة. ويعني قديش في ناس بحياتك يعني دائما معجوقين ودائما وما بيعرفوش يقعدوا، يعني مشغولين كثير. هذا ممكن يعني يضعف ال يعني الأجزاء السفلى من الجسم، زي الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، او الاشياء السفليه كمان. فالتورمالين بيعمل على انه يساعد يتوازن الطاقه في كل الجسم، مش بس تضلها الطاقه فوق وتفكير وهي الشغلات، بيعمل توازن على التوازن. الحجر الخامس اللي هو الكريستال كوارتز، سوري الروز كوارتز. احلى. روز كوارتز هذا هو اللوف ستون. هذا ايش بيعمل؟ بيساعد على انه يعطي طاقه للشاكرا القلبيه، يفتح الشاكرا القلبيه ويعطي الواحد محبه ويعطي الواحد طاقه انوثيه، طاقه حساسه. واحنا بنعرف انه لما عشان الواحد يسهل ايجاد المحبه وايجاد الشخص المناسب لازم يكون عنده طاقه انوثيه، طاقه سلسه، طاقه يعني حلوه وعفويه. نحكي كمان على
التايجر آي. تايجر آي بيساعد على إنه الواحد يصير عنده كونفيدنس أكثر، اللي هو ثقة في النفس. نعم. هاي للشاكرا الثالثة. التايجر آي حجر كثير حلو، شوفي كيف بلمع وبتحرك. صح. فبس مجرد وضعه في الجيبة أو وضعه في الإيد أو كقلادة بيأثر عليك وبيعطيك كونفيدنس بوش. هلأ في ناس بيحكوا إنه ممكن والله تكون هاي شغلة نفسية، يعني بس مجرد ما الشخص ياخذ يعني حجر ويعرف انه هيك بيعمل لحاله بصير مثلا عنده ثقه في النفس. مزبوط، هي بس كلها بتلعب دور مع بعض. طبعا. يعني هاي بتعطي طاقه، لكن برضه كمان ممكن يعني شخصيه نفسيه الواحد تتحسن، وهذا كله بيساعد على على يعني كله بكمل لبعضه. في عندنا حجر السموك كوارتز اللي هو زي الكريستال كوارتز بس سموكي، زي يعني زي مدخن زي كأنه شفيته هيك. هذا بيساعد للتخلص من الادكشن او الادمان، اي نوع من الادمان اللي عندك اياه، من ادمان على السجاير او ادمان على المخدرات لا سمح الله، او اي نوع من الادمان اللي ممكن يتاثر على عقلك وعلى حياتك. بدي احكي عن حجر واحد ثاني اخر والاخر حجر اللي هو الازورايت. هذا الازورايت لكل تيتشر معلم، وكل واحد عنده يعني المدراء وعنده يعني بلقي كثير وبعطي محاضرات كثير. موقع مسؤولية بالنهاية. هاي بتفتح الشاكرا الخامسة اللي بتخلي الواحد يساعده على الحكي ويساعده على الإلقاء، وبرضه الشاكرا الخامسة احنا قلنا انه بتساعد على جذب المال وجذب المصاري، فهذا حجر كثير كويس لهي الشغلات. كنت عم تحكي لنا عن موضوع الشحن، يعني شحن هذا الحجر كيف بيصير وشو يعني شحن الحجر؟ 100%. هلأ انت لما تجيبي حجر لازم تفعليه، لازم تفعليه على طاقتك، تبرمجيه حسب طاقتك. عشان لما بده يبعث طاقة يبعث لإلك، مش ولا البيت ولا لإشي مخصص لإلك. فكل حجر لازم ينشحن. من أحسن الطرق للشحن أول إشي قبل ما تبرمجيه لإلك تفلتر الحجر وتخليه نقي، تحطيهم على كتب مقدسة زي القرآن أو الإنجيل. لمثلا يوم تتركيهم عليه تتفلتر الطاقة بتصير طاقة نقية. بعدين تمسكي الحجر تحطيه بين إيديكي بتحطي الأمنية اللي بدك إياها. يعني مثلا نعرف إنه حجر الكريستال كوارتز للحماية، ف تحط النية أنا محمي كلياً من هذا الحجر، يعني بوجود هذا الحجر، وبعدين تحطيه في جيبتك. نفس الشيء كل الأحجار الثانية. يعني بتخصصاتها، يعني بتخصصاتها. فأنت بس مجرد بتمسك الحجر وتبرمجيه حسب طاقتك وتعطيه يعني حم وحرارة من إيدك، بيكون برمجتيه حسب جسمك وببعث لك طاقة كوردينلي. طبعا في طرق تانية لتنقية الحجر. هلا الحجر والكريستال بيجمع طاقة سلبية مع الوقت، فلازم تطلع هاي الطاقة السلبية، منحطها بالشمس او من يعني بمي مي ملح. فبتطلع طاقة سلبية. بعد فترة قد ايه يعني عم نحكي؟ يعني نحكي اسبوع. اسبوع. كل يعني اسبوع. فترة زمنية قصيرة هي، يعني هي زي احجار كأنها حية بس حي في طريقة حلوة. كثير حلو. طيب عيسى، يعني معلومات حلوة، هي معلومات جديدة يمكن تكون غريبة للعديد من الأشخاص. طبعاً. أكيد. اللي عم بيتابعونا، لكن بشكل عام حلو الواحد يعرف، كله حلو الواحد يتنور، مش غلط إنه إحنا نجرب. وزي ما حكينا بمجرد وجودهم هاي الأحجار ببيوتنا تعطي منظر كثير حلو للمكان منظر اللي حلو إحنا كمان. موجودين فيه. صحيح. عيسى بدي أتشكرك. شكراً لك. أهلاً وسهلاً. وإحنا كمان نتشكركم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بفقرة مفتاح الحياة لليوم من جميع النصائح اللي منقدم لكم إياها. الأسبوع القادم أكيد منوعدكم بأفكار جديدة بمفتاح الحياة.